بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باستشهاد سيدنا ومولانا وعلمنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام غريبا عطشانا في كربلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل الفرج لمولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، لننادي خلفه في يوم عاشوراء: يا لثارات الحسين. يقول آية الله إمامة كاشاني قدست روحه زكية: قال أحد العلماء الكبار الذي تربطني به علاقة قوية: عندما تشرفت بالحضور الباهر للنور الزاهر لبقية الله الأعظم الإمام الحج المهدي المنتظر عليه السلام، تعلمت من مقامه العظيم الأقدس هذه الكلمات التي ما إن قرأتها على شيء إلا وقضت لي الحوائج. والكلمات هي: حسبي الله، ربي الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، فوضت أمري إلى الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صل على محمد وآل محمد، يا حي يا قيوم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلماؤنا الأعلام يقرؤون هذا الذكر 14 مرة في مجلس واحد، فتقضى لهم الحوائج خلال أيام معدودة. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.